السلام عليكم. النهاردة هنكمل شابتر 3، هنتكلم على عنوانة العنوانة في المصفوفات. العنوانة هي فكرة بسيطة جدا، تعال نوضحها بمثال كده بسيط. لو أنا عندي مصفوفة بهذا الشكل تتقاطع هذا الشكل، كل ما كان الكلام ده لو بصيت في الفيديوهات اللي قبل كده شرحناه في لغة السي، تمام؟ كل مكان معنون في الذاكرة بنقطة، النقطة دي ليها إحداثيات، إحداثيات الصف وإحداثيات العمود، إحداثيات الصف وإحداثيات العمود. أنت بتكتبها في الماتريكس بتقول مثلا 3 2 1 5. لو أنت عايز تستدعي رقم معين يظهر بحيث يظهر على الشاشة، عايز تاخد التلاتة، يبقى تختار المكان ده. المكان ده فين؟ في الصف الأولاني والعمود الأولاني. طب لو عايز مثلا الاثنين يبقى الصف الاولاني العمود الثاني. طب لو عايز دي يبقى الصف الثاني العمود الاولاني، لو عايز دي يبقى الصف الثاني العمود الثاني. دي نفس الفكره. بص كده معايا، ادي فيكتور اديت له الارقام دي، طبعا في مسافات ما بينهم، ماشي، طلع على الشاشه. انا عايز اجيب الرقم ده، تمام، واعرضه على الشاشه. يبقى ده العمود الاول، الثاني، الثالث، الرابع. يبقى اقول له واي بتساوي 4. واي بتساوي 4 يعني اختار الرابع، العمود الرابع اللي في الصف الاول اوتوماتيك. طيب اقدر اغير القيمه بتاعته، اقدر اعمل له اساين، يعني ممكن اغير القيمه دي اخليها 1000 مثلا طالما هي في نفس المكان. يعني اقدر اقول واي بين قوسين 4 يعني يختار المكان ده، تعمل ايه فيه؟ لو دوست انتر يظهر على الشاشه، لو دوست ايكوال تحط رقم يبقى يحط، شايف الرقم ده؟ لو 22 كان 76 بقى 22000 اللي هو الرقم الجديد اللي عامل له اساين. ممكن تعمل عمليات حسابيه، تقول الخانه الاولى زائد الخانه الثالثه، الخانه الاولى 23 الخانه الثالثه 22، يبقى 23 و22 بكام؟ 45. طيب لو انا عايز اعمل ماتريكس مصفوفه، يعني اعمده وصفوف، اعمل هو ماتريكس هنا 1 2 3 1 2 3 4، عمل 4 صفوف و 1 2 3 4 و4 اعمده. طيب لو قال بي، هو سجل طبعا الصفوفة دي باسم بي، فلما يجي يستدعي العناوين يبقى بيستدعي بنفس الاسم. بي فتح قوسين 1 4، يعني 1 4 1 4، يعني 1 يعني الصف، او الرقم هنا بتدل على الصف، 1 يعني الصف الاول. ادي الصف الاول، عايز العمود كام؟ العمود رقم 4. ادي الصف الاول عمود رقم 4، 1 2 3 4، يبقى ده العمود الرابع، يطلع على الشاشة 7. طيب نفس الفكرة بقى، الصف الثالث العمود الكام؟ الثاني. هذا الصف الثالث العمود الثاني، ماشي، عايز تعمل فيه ايه؟ قال لك بيساوي 777. بما ان لو حط يساوي يعني عمل قيمه جديده، هيدخل قيمه جديده في الخانه دي، يعني الصف الثالث العمود الثاني، يعني هيسيب ال 27 دي ويحط مكانها 777 اهو. شال السبعة وعشرين، بص اللي تحت الحداشر، وحط مكانها 727. ممكن تعمل عملية ضرب، إنك تاخد الخانة الصف الأول في العمود الأول تضربه في الصف الرابع في العمود الرابع، الصف الرابع في العمود الرابع، يبقى 1 في 56 ب56. طيب the use of column simple addressing arrays، ازاي استخدم الكولوم ده في ان انا اعمل نفس الفكره اللي فاتت، بس بدل ما اجيب بقى خانه واحده صف وعمود، لا انا عايز يجيب اكتر من خانه، يستدعي اكتر من خانه ورا بعض تلقائي. هعمل ايه؟ بيقول لك a column can be used to address a range of elements in a vector or matrix، مصفوفه فيها ايه؟ العديد من الارقام. طيب قال لك ان ده الصف وده العمود، خلاص
تمام، هيبدأ العد من هنا لغاية هنا، أو لو هي ما فيكتور واحد يعني هنا مفيش إلا صف واحد، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وستة أعمدة، مفيش مشكلة. A vector is created، عمل فيكتور اسمه V وحط في القيم دي. طيب لما يعد من اتنين لخمسة ويحط قوسين، معنى إن هو يحط قوسين يعني بيعمل استدعاء مش assign، مش بيحط قيم جديدة، كل دي كلها قيم متسجلة هو بيطلعها على الشاشة. طالما حط القوسين بهذا الشكل يبقى دي معناها displaying elements 2 through 5، يعني من الخانة التانية للخانة الخامسة، ادي الخانة الأولى التانية التالتة الرابعة الخامسة. ده لو خدتها من هنا، هو قال لك الخانة كام؟ التانية، ادي الخانة التانية إلى الخانة كام؟ خمسة. يبقى من اتنين الخانة دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى يطلع الأرقام دي على الشاشة. طيب من التالتة للستة، أدي التالتة إلى الستة، يبقى التالتة الرابعة الخامسة الستة، طلع الأرقام دي على الشاشة. تمام تمام. طب أنت عايز تستخدم حاجات أدفانس شوية، بتعمل إيه؟ فور ماتريكس، فور ماتريكس في قوانين، في شوية قوانين هنستخدمها مع بعض. لما تقول لي اسم المصفوفة وتحط كولوم بهذا الشكل، دي معناها refers to the all elements in the rows of column n of the matrix، يعني دي بيجيب الصف كله، دي معناها يجيب الصف ايه كله ويثبت العمود. طب دي هيثبت الصف ويجيب كل العمود. طيب دي refers to all elements in the all rows، كل الصفوف اللي between columns m and n، يعني هيجيب الارقام اللي ما بين الصف والعمود، ودي عكسها، ودي بيعمل عمليتين في نفس الوقت. طب تعالى نستخدمها كده في امثله ونشوف هتيجي معانا ازاي. طيب لما يقول لك define a matrix A with خمس صفوف وخمس أعمدة، خمس صفوف وخمس أعمدة، خمس صفوف يبقى كل صف هينتهي بسيمي كولوم، يعني خمسة في خمسة، يعني خمسة تحط كولوم، خمسة تحط كولوم، يعني دول خمس أعمدة، واحد اتنين تلاتة أربعة وهتلاقي خمسة، خمس أعمدة، يبقى دي خمس أعمدة وخمس صفوف. طيب عملت التعريف. Define a row vector B from the elements in all columns of row 4. عايزك تجيب له صف، صف كامل. تمام؟ تسميه B. From كل العناصر اللي موجودة في الأعمدة اللي في الرو الرابع. أدي الرو الأول، الرو التاني، الرو التالت، الرو الرابع. ماشي. عايز رو فيكتور يعني يظهره بالشكل ده، رو فيكتور يعني يظهر بشكل صف. هيحط بقى الخانه الارقام دي منين، هنشوف هو عايزها منين. رو فيكتور يعني يحطها في شكل صف، هياخد بقى الاليمنتس او الارقام دي منين، نشوف بقى. ادي مصفوفه اسمها ايه، أربعة الصف، ودي العمود أربعة الصف، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة. طيب عايز ايه بقى في الصف؟ عايز العمود كله، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام، يبقى ياخد الصف ده كله، انه عايزهم كارو فيكتور، عايزهم كارو فيكتور، يبقى خد الصف كله، الصف كله، لان دي اول حاجة بتقول الصف، ودي بتدل ان انا عايز الصف كله. طيب لو انا عايز عمود العكس، انت عايز العمود الكام؟ النقطتين دول معناهم entire، entire يعني كله، كل الاليمنتس الموجوده فين؟ في العمود الثاني. فين العمود الثاني؟ ادي العمود الاول، ادي العمود الثاني، يبقى ياخد كل الاليمنتس دي، اي 4 5 6.
تمام. يبقى نيجي نقراها كده كده، عايز الصف الرابع كله. فين الصف الرابع؟ ادي 1 2 3 4، ياخد الصف الرابع ده كله. طب هنا ده الصف وده العمود، يبقى عايز العمود التاني كله. ادي العمود التاني كله اللي هو ده، تمام. طيب طب انا لو عايز حاجات بتوين، يعني بتوين خانه معينه وخانه معينه، define a matrix b from the elements in row 2، يعني الصف الثاني الى الصف الرابع، وخد كل الايه اللي جواه الصف الثاني الى الرابع. يبقى اول كولوم دي بتدل ان الصف الثاني الى الرابع، وعمل كوما وخد الايه الانتاير كله، يبقى من الصف الثاني للرابع خده كله. فين الصف الثاني للرابع؟ ادي الصف الثاني ثالث الرابع، يبقى هو خد دول كده اهو اهو، 4 5 6 7 8 14 اهو، لغاية 14، تمام. طيب يبقى خد الصف الثاني للرابع وعمل كوما، كوما دي يعني هيخش بقى في العمود، كوما يعني هيخش في العمود او يخش في الصفوف حسب بقى ما بيكتب. قال كوما وحط كولوم بس، يعني هياخد الصفوف كلها اللي منين؟ من التاني للرابع. طيب define a matrix C from the elements in row 1 through 3، يعني من الصف الاول للصف الثالث بس، عايزه يعني هو بص كده الصف الاول للصف الثالث، ماشي. ادي الصف الاول تاني الثالث، وهنا في ارقام مثلا، وهنا في ارقام. لو قلت له الصف الاول للثالث هياخد كل الكلام ده، هياخد كل الصفوف، الصف ده ده ده، دي معنى كده الصف الاول للثالث. يعني لو قال الايه وعمل كده 1 إلى 3، ده كده الصف الاول للتالت، وعمل كوما وحط نقطتين كده وقفل، يعني تستدعي الارقام من الصف الاول للتالت زي ما هي كده. طب انا مش عايز كده، انا عايز احط الاعمده كمان، جزء من الاعمده. طب انت عايز العمود الكام؟ لاحظ ان ده العمود الاول، ده العمود الثاني، ده العمود الثالث. يبقى من الصف الاول للتالت ماشي، هيتقاطع مع ايه؟ مع العمود الثاني الى الخامس. تعالى كده نشوف ماتريكس اللي هي دي ماتريكس A، نيجي عند ماتريكس A وناخدها كده كابتشر عشان ندرس فيها اهي. حلو كده. هو عايز ايه بقى فيها؟ عايز الشكل فين اهي، عمل مصفوفة جديدة وسماها بالشكل ده، عايز من الصف الأول للتالت، ماشي. أدي الصف الأول 1 2 3، لو قال الـ A كده 1 إلى 3 وعمل كوما وقال لك خده كله، يبقى هو كده في هذه الحالة هياخد ده وده بدون اي تقاطعات مع بدون اي شيء، هياخدهم كده ويطلعهم على الشاشه. لا ده انا حاطه كوما وقال لك لا انا عايز اللي يتقاطع مع اعمده معينه. طيب تعال نشوف بقى دي هتعمل ازاي. يبقى هو فعلا هيختار من الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث من 1 لـ 3 كوما، تقاطع ايه بقى؟ العمود الثاني الى الخامس. فين العمود الثاني؟ اهو، ده التالت، ده الرابع، ده الخامس. ايه ده يعني اللي ما خدش العمود الاول معاه؟ يعني العمود ده كده لغاه؟ لغاه. هياخد ايه بقى؟ هياخد دي كده، ده اللي هيظهر على الشاشة. يبقى من الصف الاول للتالت كوما هيخش في العمود،
التاني إلى الخامس، هذا العمود التاني إلى الخامس، يبقى ده اللي هيظهر على الشاشة. 4 5 6 7 تمام. بعد كده 5 6 7 8، بعد كده 6 7 8 9 تمام. طيب ده استدعاء. خلاص دي كده تعتبر أهم حاجة، أهم إيه حاجة، الباقي بقى كله يعني بيكمل لك الأفكار يعني. تعال نكمل. creating a vector v with 10 elements، ماشي عملت 10 عناصر صف واحد. اعمل لي فيكتور كمان w from the first the fourth and the sixth through كذا كذا كذا. عايز تعمل لي فيكتور جديد، ماشي. الفيكتور الجديد ده هتجيبه منين؟ من الاول والرابع والسادس. يبقى هو كده بيتكلم على ايه؟ طالما الفيكتور صف واحد يبقى هو بيتكلم عن خانات. الخانة الاولى، تعالى كده نعملها بالشكل ده اهو. define a new vector، ماشي، الخانة الاولى والخانة الرابعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. والخانة السادسة، خمسة ست، ماشي. ايه تاني؟ ومن 6 through 10، 6 through 10 يعني 6 7 8 9 10، يعني 6 7 8 9 10 يعني ياخد ده كمان معاه بهذا الشكل. يبدأ بقى كمان تظهر على الشاشة، ماشي. يعملها ازاي بقى؟ يقول لك من 1 لـ4، 1 و4، 1 و4 دي يعني ايه؟ خد العمود الأول والعمود الرابع. ادي العمود الاول وادي العمود الرابع، ويقول لك كوما. هتاخد ايه تاني بقى في حته تانيه؟ خد من العمود السادس للعاشر، من السادس للعاشر، خلاص تكتب بهذا الشكل، ماشي. define 4 by 8 matrix A، دي ما فيهاش اي مشكله. ادي عرفنا عملنا matrix. طبعا الكولوم هنا يبقى بيعد، هيعد من 2 لـ23، قيمة الخطوة 3، يبقى 2 زائد 3 5، 5 زائد 3 8، وهكذا لغاية 26، ويعمل أول صف عشان انتهى بسيمي كولوم. التاني زيروز، زيروز تمام، صف صفار، صف الصف تقاطع كام؟ تقاطع 8 أعمدة، يعني الصف ده كله تقاطع العمود ده والعمود ده وده 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 ده كده. يعني لو عملناها بالشكل ده، بص كده، ده كده للصف اللي هو رقم واحد، هتقاطع مع ايه؟ 8، 8 أعمدة، العمود ده لغاية العمود ده. في الصف الكام؟ هذا الصف الأول عشان تاب سيما كولوم، الصف الثاني، فكل ده يبقى زيرو بهذا الشكل. وهذا نفس الفكرة بقى، كلها نفس الفكرة، بس بتختلف بقى الأرقام، يعني بتختلف. طيب إيه هي adding elements to existing array؟ إزاي تضيف رقم لمصفوفة موجودة بالفعل؟ يعني المصفوفة بتتكون مثلا، أو فيكتور بيتكون مثلا من 5 أرقام، أنت ضفت عليه كمان رقم، تعملها ازاي دي؟ ايه تاني؟ بعد كده adding elements، دي تقريبا آخر حاجة في الشابتر. adding elements to existing array arrays. طيب by an existing array can be changed to have more elements، ماشي. نعملها ازاي؟ لو عملنا الاكس بتساوي الرقم ده. طيب ده في كام خانة؟ 1 2 3 4 5. ده في كام خانة؟ 5 خانات. لو انت قلت اكس وعملت قوسين بهذا الشكل وقلت 6، يعني انت ضفت له خانة 6 في الحتة دي كده. عايز تحطها بكام بقى؟ الساين ب100، يبقى الخانة 6 ب100، يبقى يجي هو في الخانة 6 ويضيف 100، ماشي. طب الخانة 10 عايز فيها 300، يبقى هيعد لغاية 10، حط 300، وهيفرض يعني هو هيعد لغاية 10 اهو، والخانات اللي هي مش متسجلة هيحطها بصفر تلقائي،
هي دي كده. دي انت ما قلتش انت عايز تبقى بكام. انت قلت الاكس عند الخانة اللي هي رقم 10، الخانة دي ب 300، يبقى هيعد عادي خالص ويجي عند الحتة دي مش موجودة، تبقى تعتبر خانة فاضية يعني، فيحط مكانها اصفار. مثلا ادي فيكتور تاني، دي برضو نفس الفكرة، ضرب ال applying appending vector y to vector x to create a new vector، هيضربهم في بعض مفيش مشكلة. ال x موجودة، ادي قيمة ال x، وادي ال y، ويقول ال z x في y مفيش مشكلة، ضربهم في بعض ضربهم في بعض، يعني خد الأول عنصر في الإكس ضربه في أول عنصر في الواي. فين أول عنصر في الإكس؟ أهو واحد. فين أول عنصر في الواي؟ ثانية واحدة، ده هنا هيضيفهم مش هيضرب، لأن مفيش علامة الإستريك هنا، معناه إنه يضيف قيمة الإكس إلى قيمة الواي، يعني قيمة الإكس دي كلها هياخدها كده زي ما هي ويضيفها لقيمة الواي، ده بس مش هيعمل أكتر من كده. دي قيمة الإكس أهي، إكس بتساوي الرقم ده كله، والواي بتساوي الرقم ده كله. أنت لما تقول له زد وتحط قوسين برنتسيز بهذا الشكل أو سكوير برنت سكوير براكتس، وتقول إكس مسافة واي، دي معناها ضيف إكس إلى واي، هياخد الحاجات اللي في إكس دي كلها يضيفها إلى واي بنفس الترتيب أهو. دي قيمة x إلى y اللي هو هذا الشكل، دي لغاية هنا قيمة x، وال y اللي هي 1000 و1100 و1200 و1000 و1000 و1001 و1002. يبقى لما يحط الشكل ده يعني يضيف x إلى y بنفس الترتيب. طيب adding elements to a matrix، adding elements تضيف عناصر لـ matrix مصفوف. طيب تمام، ايه تاني؟ The size of an existing matrix can be made longer by adding new rows or columns، ممكن تضيف انت صفوف او اعمدة تانية. تعمل assign new values to a new rows and new columns، for example. ماشي نعمل ايه؟ طيب هنقول مثلا ايه دي كده، يعني لا يعني ما ينتهي سيمي كولوم، يعني ده كده صف، ده كده كله صف، وده الصف التاني، يبقى دي كده صفين. طيب هنا 2 لـ 8 هيعد من 2 لـ 8 بقيمة الزيادة 2، يبقى 2 4 6 8. طب هنا نفس الكلام، من 3 لـ 12 قيمة الزيادة 3 كده. عمل مصفوف الأولين. adding a third row to the existing matrix، عايز يضيف صف تالت، صف تالت يتحط في الحتة الفاضية دي، يبقى يثبت الصف ويعمل كوما ويحط كولوم ويقول equal، يعني هيعمل صف تالت ويعد من ايه لايه الصف ده، من 4 لـ 16 في قيمة زيادة 4، يبقى 4 8 12 16، ده الصف التالت، الصف التالت كوما كله، كولون يعني كله. Example 2 define a new matrix P with the same number of rows and of matrix A. ماشي كده كده وكده. طب دي كده انتهت، يعني صف انتهت، يعني صف انتهت بسيمو كولوم، يعني صف ادي صف تاني صف تالت. ماشي لما يحط ال B الى A، create a new 3 by 6 matrix by appending matrix A to B، يعني دخل قيم matrix B إلى matrix A. طيب هذا قيم ب 20 25 30 35، طب الباقي ده اللي هو ده اللي ابتدي من أول ده كده واللي إلى تحت بقى اللي هو بتاع matrix A، هيضيفهم بكل بساطة طالما كلهم متساويين. يعني هتلاقي ان دي 3
صفوف ودي كمان 3 صفوف، فيقدر يضيفهم ايه الى بعض كأعمدة بهذا الشكل. طيب كل بقى دي امثله تطبيقيه، ديليت بتشرح نفس الفكره يعني بيعيد ويزيد في نفس الفكره. ديليتنج اليمنتس ازاي تحذف عناصر من اكزيستنج اري، يعني من حاجه جاهزه، يعني ارقام موجوده وانت فيكتور موجود وانت عايز تشيل رقم منه، قال لك اكس بتساوي الرقم ده، طيب انت عايز تشيل ايه مثلا؟ اقول لك ماشي ماشي، ادي الاكس دي 10 15 20 الى كذا، انت عايز تحذف خانه معينه منها بتقول اكس تحطها ما بين قوسين، انت كده هتستدعي خانه معينه، لا اما تعمل اساين فيها رقم يعني تقول بتساوي 3 فياخد التلاته دي يحطها مكان الخانه الثانيه، ادي الخانه الثانيه يعني. انت دي الخانه الثانيه دي معناها اكس كوسين 2، يعني دي الخانه الثانيه اللي في الشكل ده بتساوي، هيحط لها ايه بقى؟ قال لك كوسين سكوير براكت يعني مقفولين على بعض كده، يعني دي همسحها. طب لو شال الكوسين دول وحط اي رقم تاني يبقى الرقم ده هيتغير زي ما هو عايز بقى، عايز يمسحهم يعمل كوسين فاضيين بهذا الشكل، فاتمسحت، مسحت من الخانة التانية، هذه الخانة التانية لل 15 مش موجودة هنا، عدى من 10 ل 20 عدى خلاص. دي خصائص بقى في الماتريكس، عايز تعرف الطول بتاعها تكتب length v، عايز تكتب السايز بتاعها كان في كام، عايز تعمل المحدد، دي كل حاجات بتبقى مباشرة. inverse ده العكسية تكتبها، دول determine a هتساوي كأو، هيعمل لك عملية حسابية مباشرة فمفيش مشكلة. وده كده الاكسرسايز، احله في وقت تاني ان شاء الله لأنه هيقعد وقت، بس انت فهمت الفكرة كلها. شكرا.